السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيتكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا 7. فيديو اليوم راح نحكي عن التحديث اللي هو راح يجي ان شاء الله بتاريخ 5/10، اللي هو تاريخ بكره، من الساعة 11 بي ام بي دي تي للساعة 12:30. يعني راح يكون التحديث عبارة عن ساعة ونص. اللي بحاب يعرف الوقت بيحط التاريخ هاد بالجوجل وعلى دولته بيقدر يعرف شو التحديث او اي ساعة راح يكون التحديث. هلا بالنسبة اول شيء للتحديث شو راح يجي فيه؟ اول شيء راح يجي فيه شخصيتين اللي هو مونو وايستن. طبعا ايستن هي شخصيه جديده غير الايستنات الماضيين، لانه اوريدي هو في اخضر واحمر واصفر من سوري اخضر وازرق واحمر، عشان هيك هي ايستن جديده نفس ليليا ايفل. ليليا هي فيك تعتبر انه هي ايفل ايستن، بس طبعا هي ايفل ايستن اوف اثوريتي، يعني هي مو شريره. بالنسبه للشخصيه الثانيه هي المونو. طبعا مونو هي نفس المونوات القديمين، يعني هيك هلا هي راح يصير عندنا 3 مونو، كان عندنا ازرق واحمر وهلا الخضره. طبعا البانر راح تكون عباره عن 600 جيم. اذا توصل ل 600 راح تقدر تختار بينهم، وراح يعطونا ملتي مجانيه، هذا شيء حلو. طبعا البانر نصيحه مني لا حدا يسحب عليها، لانه الشخصيتين هلا اقول هي سيئه جدا جدا، وهي لسه ما صار وقتها. هي حركاتها جيدين بس، والبسف تبعها مستقبلا ممكن تكون حلوة، بس هلا بنحكي عليهم. هي نحكي عليهم مرة واحدة. اول شيء مونو البسف تبعها، طبعا هي بشرية خضراء، البسف تبعها اذا كان فريقك عبارة عن 7 كاتاستروفيز اللي هن عندك مونو ايستن فالنتي ليليا شين وكاميلا، اعتقد في واحد من كمان وروكسي. هذول اذا عندك فريقك عباره عن متكون من 3 شخصيات او 4 شخصيات من ال 7 كاتاستروفيز، when an ally receives damage from attack skill increase all of the hero's stats by 3%. يعني اذا كان فريقك عباره عن 7 كاتاستروفيز واحد منهم اخذ دمج من سكيل اللي هو ضربه من كرت، كل شيء شخصيات عندك راح يزيد البيسك ستاتس في على الستاتس تبعها، لا مو حتى البيسك ستاتس، كل شيء ستاتس، مو كاتبين بيسك ستاتس، كل شيء ستاتس 3%. فيك تعتبرها هي اعتقد نفس لحظة شوي، اعتقد نفس ايش كان اسمها، ميكاسا وين ميكاسا؟ ولا مو هيك ميكاسا؟ هي وليكا increase all stats of the hero by 3% for each ally that take damage. نفسه بالضبط، بس هون مزودين شوية حكي عليها. وطبعا الليمت 10 كمان نفس هذيك، بس هي شو apply when entering battle reset when there are other heroes on the field. يعني اول شيء لازم تكون موجودة بالفايت، وتاني شيء اذا حدا نزل من غير السيفن كاسات، يعني مثلا انت كنت حطت ورا شخصية تانية مو من ال 7 كاتاستروفيز، لو 7 ديزاسترز راح يروح الباف اول ما ينزل الشخص اللي ورا. بقى حلوة، بس وين مشكلتها البسف تبعها؟ لانه حاليا ما في شخصيات ديزاسترز اوفر قوايا نقدر نستخدمها. يعني فيك تعتبر انه اقوى واحدة اللي هي فالنتي حاليا فقط، والباقي كله سيء كستاتس وكاستخدامات بصراحة. مشان هيك يعني ما راح تكون قوية هلا، بس ممكن بالمستقبل إذا حطوا شخصيات ديزاسترز قوايا ممكن تصير الشخصية هاي أو البسف هاي قوية. وخاصة ليش؟ أنه هلا الستاتس لا بأس بهم، بس حركاتها كمان حلوين. الحركة الأولى بتعمل سبايك اللي هو كريت دامج انكريس، يعني إذا عملت كريت راح تعمل ضعف الدمج، و160 سنجل تارجت 240 400. والحركة الثانية بتعمل سيفر اللي هو كريت شانس انكريس، يعني حركتين دمج يعتبروا، ودمج تبعهم لا بأس به، يعني مو ضعيف. بس المشكلة مثل ما قلت لكم انه هلا حاليا بدنا شخصيات تعمل الشغلتين مو بس دمج. طبعا الالتيميت تبعها اللي هي بليد نفس مونوات القدامى، والماكس 183. هلا كشخصية بتعمل دمج حلوة، بس في عندنا حاليا شخصية قوية جدا واحسن منها اللي هو بيرنهيلد. البسف تبعها كتير قوية،
والحركات تبعها. الباور سترايك طبعا من اقوى الحركات باللعبه، والدات نيت بصراحه حاليا من اقوى الشغلات باللعبه، خاصه اذا اجى هاوزر كمان برنهيلد راح تصير كل ماله اقوى واقوى. بقى مشان هيك شخصيه خضراء نحن عندنا برنهيلد بتغنينا عن مونو، مشان هيك بقى مونو بصراحه لا بأس بها بس مو جبارة، يعني برنهيلد أحسن منها بكثير. هلا بنيجي لإيستن، إيستن هي الشخصية السيئة جدا، لأنه أول شيء ريديوس ذا دامج تيكن 4 ذا 7 كتاسس في الاي باي 3% فور إيفري ألتيميت موف جيج أورب إن باتل، يعني كل ما يكون عندك أوربات أكثر، إذا عندك شخصيات من ال 7 ديزاسترز راح ياخذوا دامج 3% على كل أورب عندهم إياها، بس ما بتنفع غير على 7 كاتاستروفيز، يعني ما بتنفع اذا عندك حدا تاني بالتيم ما راح ياخذ الدمج ريدكشن هاد، فقط الشخصيات اللي هو من الكاتاستروفيز هن راح ياخذوا البوست هاد. الحركه الاولى تبعها نفس حركه مارلين اللي هو بتروح اورب، تروح لحظه بس هون كانه بتروح اوربين اند بليتس 1 التيميت موف كيج 2 التيميت 3 التيميت، هي جديده انه ليفل 2 بتصير بتروح 2. هي اول مره بشوفها، ليكون غيروها تبع مارلين كمان. خلينا نشوف مارلين، مارلين الخضراء لا لساتها واحد بواحد بثلاثة، غريب 120 354 لا ايستن 120 250 450 دمج اقل بس روح اوربين نوت باد. الاوربين هي جديده. الحركه الثانيه تبعها بتعمل شيء اسمه اوكسيديشن. الاوكسيديشن انه انت بتروح 10% من ماكس اتش بي تبع اللي ضدك باللفه اللي بعدها، وبتروح وبتخلي دي رانك لكروتو، يعني انه انت شلون كرت جوثر الاخضر بعد لفه بيروح اورب نفس الشيء، بس هي شو بتعمل، بتنزل الرانك تبع الكروت واحد وبتروح 10% من الاتش بي من الماكس اتش بي كدمج، بس مو بنفس اللفة لا اللفة اللي بعدها، هي يعني نفس جوثر بس بتعمل شغلتين تانية. بس هلا وين المشكلة، انه حاليا من اقوى الشخصيات باللعبة هو اللي هو مارغريت لوتسييل، وبشيل الديباف يعني هي راح تنشال وما راح تستخدم. هلا انا من بالنسبة لي لقيت انه احسن شيء تنحط مع جوثر الاخضر الجديد اللي راح ينزل بالمستقبل. ليش؟ لانه جوثر في عنده حركة شو بيعمل، بشيل بيمنع البفات، واذا منع البفات ليكو اللي هي هي الحركة ديسيبل باف، ساعتها ما راح يقدر يهيل ساعتها بتنزل. بس شو المشكلة، انه جوثر هاد اول شيء راح يجي بعد مونو، ثاني شيء انه هو اوريدي بيعمل ديكريس سكيل رانك اول انمي 1 فور 1 10، يعني هو اوريدي بيعمل الحركة هاي وزيادة فوقها انه بيمنع الباف، يعني فيك تعتبر انه عنده الكرتين مع بعض احسن من كرت لحاله. بس هلا هي حلوة ممكن تزبط معاه، يعني ساعات انت تحط الاثنين مع بعض ممكن هيك اذا عنده كرت ذهبي يصير ليفل واحد يرجع برونزي، باي شغلة اللي لا بأس بها. بس بصراحة مثل ما قلت لكم انه الحركتين جدا جدا عاديين بقى، والبسف تبعها عادية بقى، مشان هيك مو واو. خلينا نشوف الالتيميت، الالتيميت تعمل فلاد اللي هو اذا اتش بي اك كامل بتعمل 80%، اذا اتش بي اك ناقص تعمل 0.8% على كل 1% من اتش بي اك الباقي، نفس كارت سكانور ذا 1 العادي بس دمج اكثر طبعا. هاي بالنسبه لايستين ومونو. هلا مثل ما قلت لكم البانر نصيحه ما حدا يسحب عليها، لانه الشخصيتين مو واو جدا، و هلا اعملوا المالتي المجانيه بس لا تعملوا اكثر، لانه برنهيلد والبانر الحاليه اقوى من البانر هي. فاذا بدكم تسحبوا، اذا بتتخيلوا انه يا تسحب على مونو وايسن يا تسحب على برنهيلد وديان، نصيحه مني اسحب على برنهيلد وديان، لانه شخصيتين افضل من هدول الشخصيتين حاليا وبالمستقبل، الا اذا طبعا اجوا ديزاسترز بعدين كانوا قوايا جدا رح تحتاج انه تحط حط مونو او ايسن معهم بالتيم عشان ياكلوا دمج اقل، هون ساعتها بيرجعوا قوايا. وطبعا لما هيك يصير اكيد هدول راح يرجعوا بانرات مستقبليه، الا اذا كمان شالوا البانرات، شالوا الشخصيات كلها من البانر وحطوها بانر ثانيه مثل ما عملوا بالفستيفال، فان شاء الله بيعملوا هيك شغلات. هلا هي بالنسبه للبانرات، نصيحه مني لحدا يسحب
جمعوا جماعتكم لبانر جوثر، لانه بانر جوثر بتضل احسن من هي بانر مليون مره اذا انتم حابين تسحبوا على بانر من البانرين. هلا بالنسبه للايفنتات راح يكون في تشيك سبيشال تشيك ان، انه انتم تعمل تشيك ان تاخذ جوائز. وورد كويست وي نيد تو هايد اوت، وورد كويست اللي هو انه انت بتعمل مهمات معينه مشان تقدر تاخذ التيكت. بكره بس تجي المهمات بشرح لكم عليها. سبيشال ميشن هي اللي هي الورد كويست، يعني راح يكون في ايفنتين، واحد مهمات والثاني اللي هو وورد كويست اللي هو تلعبه مثل وحش اعتقد، تلعبه وتاخذ منه مهمات. سبيشال ديزاسترز اكسشينج شوب راح يكون في هاد اللي قبل هالمره اجى، اللي هو بتعطيهم هدايا وبتاخذ جوائز منهم. وراح يكون في ارتيفاكت ويل بي ادد، ايوه بينجو ايفنت، البينجو ايفنت دائما بيكون حلو. شيرينج ايفنت، هاي الشيرينج ايفنت نسيان شو هو. ماتيريال ويل بي ادد تو الديلي تاسك، معناها راح يجي الشغلتين. اوكي راح يكون في وورد ايفنت اللي هو انه تلعبوا مثل تاور صغير للسفن ديزاسترز، وراح يكون في شيرينج ايفنت اللي هو تعطيهم هدايا يعطوك جوائز، فيكون في اكسشين شوب. صح. طبعا لبس ما بنصح حدا يشتريه، وباقات ما بنصح حدا يشتريها. هلا بنيجي للشغلات المهمه، راح يكون في شغلتين مهمين جداد. اول شيء الكرت الجديد اللي راح يكون عباره عن 5 شخصيات، اول تنتين تاخذهم من السبيشال ميشن، يعني هي 100% راح ناخذها، لانه هدول بالسبيشال ميشن لما تخلص المهمات راح ناخذ هدول كرتين، وهدول بالاكسشين شوب راح تقدر تاخذهم الثلاثه. هيك ساعتها راح يكون عندك 100% الست هاد. الست هاد بيكون ليفل واحد، بيكون بيعطي increase all stats for 7 disasters، يعني ايوه من 7 disasters 1%، ولما يكون ليفل 5 بصير 5%، يعني هذا لازم تلفله ليفل ماكس لحتى يصير عندك 5%. بالنسبة للكرت الثاني، هذا الكرت الثاني اللي هو الفيرجن القليلة من الكرت اللي حكيت عليه بالفيديو تبع الجاجة اللي هو الديمونيك بيست. هذا الكرت شو بيعمل؟ بيعطي 2% من الماكس اتش بي at the start of the ally turn when taking damage، يعني لما تاكل ضرب لما يصير دورك بيرجع بيعطيك 2% من الماكس اتش بي. بس شو هي المشكلة؟ انه هذا 2% لما يكون ليفل ماكس، يعني اذا ما كان ليفل ماكس بيكون اقل من هيك. وطبعا كل شيء الا بالشيطان وبالبي في بي، ما بعرف ليش هي بضلوا بيحطوها، هلا اوكي هي بلاها البي في بي، اوكي انه كثير راح تصير بروكن، بس هي خليها بالديث ماتش، يعني الشياطين اوريدي سهله بس في ناس بدها تلعبها خليها. هلا كمان بنيجي للهولي ريليك، راح يكون في زادوا 1 2 3 4 5 6 ست شخصيات جديده الى هولي ريليك. اول واحده اللي هي اسكانور، اجنور 30% اوف ذا انمي ديفنس وين يوزينج اسكيل ان بي في بي، طبعا فقط بالبي في بي. وهذا اسكانور ذا 1 اللي هو لما يضرب الضربه راح 30% من الانمي ديفنس، اجنورينج 30% من الديفنس. هلا حاليا الديفنس اوريدي مو كثير واو على الشخصيات، يعني مشان هيك بقى لما انت تشيل 30% من الديفنس ما تفتت شيء. ليش؟ خاصه انه حتى حاليا باللعبه اغلبنا ما عاد حط بالجير، ما عاد حطينا ديفنس، كل عم يحط كريت و اتش بي او كريت و اتاك، مشان هيك بقى الديفنس مو كثير واو مثل قبل. مشان هيك هي سيئه بصراحه، هي كثير كثير سيئه، ونصيحه مني لحد يعملها لانه بتستاهل التعب تبعها، ما بتستاهل التعب تبعها. هلا بنيجي لايسين، انكريز ذا هيروز اتاك باي 10% اوف اول انيميز اتاك ان بي شو؟ بتاخذ 10% من الاتاك تبع اللي ضدك بالبي في بي. نوت باد والله، نوت باد، بس هي ايسن القديمه مو ايسن الجديده. وهي مونو انفليكت كروجن دامج اون ذا تارجت ايكوال تو 20% اوف ماكس اتش بي فور 1 تيرن اف ذا هيروز اتاك against the enemy result a critical strike، يعني لما تعمل كريت تحط كروجن على اللي ضدك، الكروجن اللي هي بتنقص 20% من الماكس اتش بي تبعك اللفه اللي بعدها. نوت باد بس مو واو، كمان لازم تعمل كريت، بس قول كروت انه بتعمل كريت، عشان هيك بقى بتنفع مع كروتها، وخاصه مونو الخضراء. بنيجي هلا لاسكانور الاحمر والاخضر، increase attack by value equal to 50% of the hero's defense at the start of the battle، يعني بزود الاتاك تبعك على حسب الدفاع تبعك، يعني اذا انت دفاعك 100% راح تاخذ 50% تحطه على الاتاك، يعني مثلا اذا دفاعك 1000 راح تاخذ 500 اتاك زياده لهدول الاثنين. بصراحه نتباد، صراحه كثير نتباد،
الاخضر والاحمر رح يصير التاك تبعهم كثير مرعب. لا حلوه هي. هلا بنيجي لمارمايت فيل ذا هيروز التيميت موف جيج باي 5 اوربس ات ذا ستارت اوف ذا باتل. يعني فيك تعتبر انه اول ما تبلش الباتل راح يكون عندك التيميت جاذب مارمايت. وطبعا التيميت مارمايت اللي ما بيعرفها بتنقص الدفاع تبع اللي ضدك اعتقد او شيء. مارمايت كان اسمه ولا شو؟ مارماس الالتيميت تبعه بتنقص الديفنسيف ستاتس اوف اول انيميز باي 40%. ولما يصير ليفل ماكس بصير 60%، بتنقص 60% من ديفنسيف ستاتس. ديفنسيف ستاتس احسن من الديفنس. ليش؟ ديفنسيف ستاتس اللي هي ال شو كانت؟ لحظة ريزيستنس والكريت ريزيستنس والكريت ديفنس والديفنس، يعني بتنقص الدفاع. وهيك ساعتها انت راح تكرت اكثر عليه ضدك، واذا كرتت راح يصير الضربه تبعك تكرت اكثر. يعني كثير كثير حلوه هي. فهيك ساعتها في ناس كثير شو بتعمل؟ بتخليه بالوش وبجيبوا الالتيميت بعدين بيضربوا ضربه. فكثير كثير حلوه هي بصراحه تبع مارماس. يا ريت مثلا هي بصراحه حلوه. لا حلوه على الارض، ما في داعي تكون بروكن على شخصيه تايم. مثلا تخيل اسكانور اول ما يفوت يكون عنده التيميت. لا لا هيك حلوة على واحد ار مو مشكلة. هلا بالنسبة لاسكانو لارثر، ارثر طبعا حاطين ارثرات كلهم الا الاكسكاليبر الجديد. طبعا شو بيسوي؟ ابلاي ان افكت ويتش ديكريس اول انيميز ديفنس ريليتد ستاتس باي 20%. ليش بعتقد ليش حاسس انه هذا كله عبارة عن دفاع؟ كله بخص الدفاع، ما بعرف ليش. شو بيعمل؟ بينقص الدفاع كمان ريليتد ستاتس 20% للفه واحده لما يبلش الفايت. يعني بيكون دفاعك اقل ب 20% وريزيستنس اقل ب 20% وكريت ديفنس اقل ب 20%. وطبعا هلا بالبانر هدول التنتين الباين راح تخلص، هدول التنتين راح يصيروا موجودين بهدول الكروت. طبعا الكروت مثل ما قلت لكم خبوهم مشان نشوف اول شيء شو حيعملوا بالتغييرات تبع الاس اس ار والتيكت البارت 1 والبارت 2. اهم شيء البارت 1 والبارت 2 خبوهم لانه ممكن يجمعوهم ويصير البارت 1 والبارت 2 هن البارت 3 او شيء هيك. فنصيحه جمعوهم لا تصفوهم الا اذا بدكم شيء معين، مشان هيك بقى هلا قبل ما تصير البانر اكبر. بقى هذا هو ونصيحه من يخلصوا كل شيء مخلصينه حاليا مشان ما يروح عليكم شيء. بس هون بكون سهل بتوع اليوم، اجل تكونوا استمتعتوا فيه واستمتعتوا فيه لازم لايك للفيديو. شوفوا على بخناش كل جديد مني، شوفوا على خير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.